يا طيور النورس عن حياة الأهل قبل الغلس. كيف كان الناس في أوطاننا تعشق الأرض كعشق الأنفس؟ حدثينا عن حضارات لنا حن فيها العرق للأندلس. أنتم للمجد نور خالص وأساس الفخر من أطرافه. وزادنا الله إيمانا بماضينا لما رأينا من الأجداد من ورع وما علمنا من التاريخ تبيينا. إرث الحضارات يسمو من صنائعنا ومجدها اليوم نهر من سواقينا. أرض التسامح إن الله أوجدها لتجمع الخلق في دنيا وفي دينا. ذاك الذي قيل غاب أشهاب؟ لا بل يبز الشهاب. زايد المجد والعلا والأماني والأساطير تبهر الألباب. اسمه غير القواعد حتى حرك الفعل. اسمه حين ناب زايد ليس قصة في كتاب بل محيط قد ضمنوه الكتاب. عشت عمري بقربه وبدالي فوق حد الوصوف ليثا مهابا وصريما وصارما وربيعا وربوعا ودولة وصحابا.
لم يزل بيننا فزايدنا الآن في خليفة الشهم نابا، قائد الدولة الرئيس المفدى، قائد الدولة الرئيس المفدى، من به المجد يستمد انتسابا، معه للعلا محمد، معه للعلا محمد، يمضي مع إخوانه زعيما مجابا، كلهم زايد، كلهم زايد، فهل لا تجيبوا؟ كيف قالوا بأن زايد غابا؟ كيف قالوا بأن زايد غابا؟ Thank you.